محمد ابننا 15 سنة بيجي يصلي بيقول أنا بسمع حاجة بتقولي ما بتصليش وما بسمعها بخاف ومش بصلي. محمد أول ما تسمع كده استعذ على طول بالله من الشيطان الرجيم، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخالف اللي بتسمعه. ما هو لو قوي يعني هو مش قوي، بيتهيأ لك. قوم على طول صلي، قوم بالصلاة وما تلتفتش. طيب في حاجات لازم أخلي بالي منها. لما تصحى يا محمد الصبح تقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أقرأ دي ثلاثة ودي ثلاثة ودي ثلاثة. أول ما أسمع يعني من بعد العصر كده قرب دخول المغرب أو بعد صلاة المغرب أو في أي وقت من الليل وقت ما تتذكر تقرأ برضو. يا سلام لو حطيت كمان قريت آية الكرسي ومعاهم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نكتر من الذكر يا محمد واذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله سبحانه وتعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، وده فعل أمر، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فأنت على طول تستعذ وتصلي ما تخافش من حاجة، ده لأنك مرتبط بالصلاة. إبليس عدو، مش عايزك تصلي ومش عايزك تقرب ومش عايزك تكون في هذا الإكرام العالي إن أنا أكون من الموفقين فأصلي، أسمع النداء فأجري وأصلي. وإنت لسه صغير شاب في مقتبل 15 سنة وإنت عندك حرص إنك تقوم وتصلي، هو إبليس اللعين مش عايزك تصلي. فأنا على طول أستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأصلي وأكثر من الذكر. وإنت 15 سنة بتعرف تقرأ وشاطر إن شاء الله توفق إنك يا سلام تجيب أذكار الصباح تقرأ أذكار المساء قدر طاقتك يا محمد. الوقت معايا مش عارف وأنا رايح كده المدرسة الصبح أجيب الـ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وإنت داخل الصلاة كمان حسيت الوسوسة دي زادت أو الصوت ده زاد، برضو أقرأ آية الكرسي وبعدين أقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. مش هتسمع الصوت ده وهتصلي إن شاء الله.